إخواني فيه ظاهرة جدا سيئة، وصراحة يعني ما أعلم الشباب هل يعرفون أنها سيئة ولا، وهل يعرفون نظرة الناس فيهم ولا. قبل شوي وأنا طالع من أحد الأسواق، سبحان الله، وألقى يعني حريم يعني ماله ومال الناس، هذول جين جنبهم على السيارة ويرقصون، واللي يذب عليهم كلمة، واللي ما أدري إيش يقول. يعني البنات اللي يعني حالهم حال نفسهم، أنا أقول ليش يعني ما تستحي لهالدرجة يعني. واللي قهرني اللي قدام استنزل يعني عنني انهم يلا شوفوني اني اعرف ارقص. قسم بالله بغيت اسحب العفريت واحطه في راسي. اول شيء يعني عرفا وين الرجوله يا اخي؟ يا اخي ذولا ترى اعتبرهم زي اهلك، والله لو واحد جاء لاهلك وسوى زي كذا قسم بالله تجي مشاكل مصر. والبنات اللي قدامك يعني لهم لبسات يعني اللي تبيهم انت، ولا يعني طلعت عيونهم ولا شيء، يعني تستغرب يعني حالهم حال نفسهم تروح تتكلم عليهم. والله عيب 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 يا أخي، قسما بالله عيب. والله يا أخي لهالدرجة حريم يعني حالهم حال نفسهم، تراقص تقول واحد والله ما يسمع. أنا أقول من دق باب الناس دق باب، عيب والله عيب يا أخي، قسم بالله. وبعدين يا أخي اجعل مخافة الله عجل في قلبك، ترى الله عجل يراك يا أخي بهالليلة بس. وأنتم يا البنات، بعض البنات قليلات أدب قسما بالله. أولا الشباب جنبهم يغاني، هي تصور بسناب توريه، ثم تقول يا شيخ الشباب تعتدوا علينا. يوم تناظر في لبسها عيون لكذا لثام، ولبس لبس يعني شبه مكاش. اضبطي نفسك واحتشمي، خلي حجابك زي الصحابيات رضوان الله عليهم، ما حد يجيك ولا حد يقربك، ولا في ناس قليل ادب يجوا. والله يا اخوات الله يرضى عليك يا اخي، لا يضحكون عليك ذول اللي يقول يعطيك قصة حب وقصة غرام وخرطي فخرطي خرطها الزنا. ونتكلم عن هذه القصص ما خلصنا، والله الجوال عندنا مليان من المشاكل والمصائب، ما الله بيعدي. روح الاستشاريين الأسريين يعلمونكم ايش المصائب. فانتبهي يا اخت من الذئاب البشرية اللي يجيك مسوي انه عاقل ومسوي انه يقول انا بتزوجك وانا ان شاء الله زوجك المستقبل، وان ان شاء الله احنا ما عندنا الحركات هذه من هالكلام هذا. كل هذه افلام شيطانية وكذب في كذب، اذا خلص مصلحته والله يرماك زي الزبالة، والله يرميك زي القوط الفاضي. اي والله اذا خلص مصلحته يرماك خلاص، ستكونين عار على أهلك، حافظي على شرف. ونعرف تفكير هؤلاء الغزلنجية ذولا، تفكيرهم كله إيش؟ بس بيخلص إيش حاجته، بيخلص إيش اللي يبغاها منك، يرميك على طول. أنتم اللي غاز البنات واللي ما خلى البنات خلق الله، أقول اتق الله عز وجل في نفسك. والله ترى بكرة بتزوج، ترى بكرة بيجيك بنات. أنت فوق هذا كله يا أخي اجعل مراقبة الله عز وجل في قلبك يا أخي. الله عز وجل يقول ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أنت وأنت يعني تتأذى بنات الناس الله عز وجل يراك يا أخي. أنا أعلم أن هذا الموضوع حساس جدا وكثير يقع فيه، ولكن أنا أقول للأخوات ترى الحب اللي يعطونك إياه الشباب هذا حب نصب كذب، حب نهاية الزنا. والله يا أخواني الله المستعان، قصص والله مآسي ونحزن منها، نلقى رضيع مرمي في الشارع. أي والله نهاية هذا الرضيع علاقة ما بين بنت وشاب، ثم انتت الشهوة، ثم حملت هالبنت طلعت هالمسكين هذا ما له ذنب. سيسألك الله عز وجل، سيسألك انت كمان الله عز وجل عن هذا الجنين، هذا المسكين اللي رميت عند المسجد او عند الشارع او عند الزبار الله يكرمكم. والله زرت دار خاص لهم، دار رعاية كلهم يعني الله المستعان سبب هالعلاقات المحرمة، والله مساكين ما يعلمه الا الله عز وجل. والله يا اخواني اني تعجبت، قلت يا الله كيف هالعلاقة هذه الشهوة دي العشر دقائق جابت هالمسكين هذا ما له أي ذنب في الحياة. يعني بعضهم ما يتوقع، أذكر أحد الشباب جاني والله يقول يا شيخ إني ما توقعت إن يعني من أول يوم الحرمة هذه حملت. طاري هاي أذكر قبل تقريبا 4 سنوات جاني شاب اتصل علي جوال، قال لي الشيخ وينك أبي قبلك، هو يكلمني يبكي. قلت تعال، رجل شاب ما شاء الله تبارك الله، ورجل ولد حمولة ولد ناس وناس معروفين. طبعا هو ما فتح للموضوع، ولكن حاولت فيه حتى فتح الموضوع، قال لي والله شيخ ما أدري كيف أبدأ، من وين أبدأ ومنين أنتي. المهم اختصار لقصته أن الشاب كان علاقة مع وحدة يحب 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 مزيف هذا اللي يقولونه، حتى وقعوا إيش ودائما يطلعون سوا، ولا رقيب ولا حسيب لا من جهة الحرمة هذه ولا من جهته، حتى وقعوا بالمصيبة. يقول يا شيخ أنا أكبر عيال أمي، يقول جاني مرض وتعب، يقول رحت فحصت لقيت في نفسي إيش في مرض الفيروس. يقول والله يا شيخ الآن لي سنة الآن أتعالج، وهي كذلك لها سنة، يقول أجيب العلاجات من تحت الباب وما أحد يعلم.
المصيبة مو هنا، المصيبة يقول أمي الآن لز علي إيش الزواج، يقول أنا يا شيخ الآن كيف أعلم أمي كيف أسوي، أنا ما ودي أتزوج بنت ناس ثاني وأظلمها. تزوج البنت اللي كان لها ما قدر ما استطاع، هي مريضة بعد، ولكن نسأل الله العفو والعافية. هذا عقاب دنيوي من الله عز وجل، فما بالك الآخر، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. الله يجعلنا من التوابين. إخواني كلنا نقع في الخطأ، كلنا نذنب، ولكن التوبة والعودة والمخافة من الله. وصية أخيرة للبنات، عليكم بالاحتشام قدوتك الصحابيات رضوان الله عليهم، عائشة رضي الله عنها، حجابك نجاة. أنت ملكة في الجنة، أنت ملكة في الجنة، أنت أجمل من الحورية، ولكن إيش إذا كنت من الصالحات الله يجعلك. كذلك يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لكم الجنة من يحافظ على فرجه، من يحافظ أي شيء عن الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم وعدكم في الجنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتوب علينا جميعا، قولوا أمين، ويجعلنا من التوابين الأوابين الرجعين إلى الحق.